كابتن شريف، مستر ريكاردو اتكلم عن حاجات كتير. الحقيقه شرح من ساعه ما جه والوضع اللي استلم فيه اللعيبه، واتكلم كانه متواجد من فتره كمان. بسرعه قدر يفهم ويخش جوه الرؤيه المستقبليه كمان بتاعه النادي الاهلي، والنادي الاهلي محتاج لايه بالظبط. ف بيدي العذر كله للعيبه وبيتحمل مسؤوليه كل شيء الحقيقه، ما مدرب جريء يعني، وانا دايما موجود، انا متحمل المسؤوليه وانا المتحمل اي اداء. بس لازم تعرفوا ان اللعيبه دي كلها من سنتين او من سنه، او انك وصلوا للمرحله دي كان في اسباب كتير قوي ان هي توصل بهذا الشكل، فلازم هنستحمل بعض الفتره الجايه دي. والنادي الاهلي نادي كبير ونادي بطولات ومحتاج لعيبه على اعلى مستوى، وده الشكل اللي بيفكر فيه طبعا هو والاداره وكل حاجه، وبيكلم الجماهير هنا وبيكلم الناس وبيطمنها ان هيكون في رؤيه مستقبليه كبيره جدا الفتره الجايه. كابتن اسامه، تعليقك على كلام مستر سواج. يعني بالاضافه للكابتن شريف قاله، وقال نقط كتيره جدا، اتكلم طبعا على الجماهير وبيقول ان هي دعمتنا في كل الماتشات السابقه، وحقهم ان احنا نقدم كره احسن من كده ونحاول نعمل ماتشات زي بتاعه فيوتشر. اتكلم على موضوع انه مش فارقه معاه سن اللاعب يكون عنده، لان سؤال بخصوص بعض اللعيبه ما بتلعبش ليه او لعبت ليه او كده، فقال انا ما بتفرقش معايا اللاعب عنده سنه 18 سنه او 38 سنه، اللي بيقدم معايا هو اللي هيبقى ليه مكانه في الفرقه. ووضح انه زي ما الكابتن شريف قال، انه موضوع اللعيبه بقى لها فتره 3 4 سنين ما بيريحوش ومستمرين، فانا هحاول اعمل استشفاء على قد ما اقدر الفتره دي عشان اللعيبه تقدر تادي بشكل كويس. فانا اتمنى له التوفيق ان شاء الله في المرحله القادمه مع كابتن عادل. رايك ايه في كلام مستر صالح؟ يعني انا مش هقول لك اللي قاله، بس هقول لك اللي طلعت منه، انه بدا يعرف الموضوع. يعني هو مستغرب جدا انه بعد اللي حصل في ماتش وفي بطوله زي كده، ان يكون كم الزعل اللي عند الجمهور وعند النادي. واكيد هو حس بقيمه النادي الاهلي قد ايه من اللي بيشوفه في الشارع والحاجات دي. هو اتكلم على حاجه مهمه عجبتني، انه بيحمل نفسه ما بيحملش اللعيبه. صحيح. وهي دي، وده اللعيبه دي سلاحك اللي في ايدك طول الوقت، احميهم هيدوك. والحاجه الاخيره، اتمنى له ان هو يوصل لشخصيه اللاعبين بدري. دي مهمه قوي. وصلها ازاي بدري؟ يعني بدراستها. يعني انت كمدرب بتقعد تدرس احوال اللاعبين في مواقف كتير قوي، بتعرف تكتشف. يمكن اللي كان عبقري فيها مانويل جوزيه. يعني مانويل جوزيه من الناس اللي عارف شخصيه كل لاعب كان بيحب ايه وما بيحبش ايه، وممكن تجيبه ازاي، تدخلها ازاي. وانت لازم يا كابتن ايمن تعرف ان اللعيبه كلها مختلفه. يعني انا ممكن اجيب كلام وانت تجيب كلام. صحيح. اخر. ممكن في لعيب بنظره، ممكن لعيب تاني تتجاهله. ممكن يوصل معاك ان هو توصل له الرساله اللي انت عايزها. اتمنى ان هو يوصل لشخصيه اللعيبه، لانه الاجانب كتير بيتصدموا في حاجه، في يعني هم بيجي يشتغلوا على شخصيات الكره العاديه المحترفين. ايوه. فبيجي يلاقوا في لاعبين ما وصلوش للدرجه ان هو يبقى محترف او بروفيشنال كده بالدرجه اللي هو الفكر. الحاجه الثانيه المهمه اللي هو توصل للعيب ازاي منها كلعيب عربي، حته الجلد، حته ان انت، ودي مهمه جدا. يمكن اللعيب العربي دايما يزهق بدري. أيوة. ويزهق بسرعه. بسرعه. فانت المدرب الاجنبي دايما ما بيحبش اللعيب اللي بيزهق. يعني انك انت طول الوقت بتبقى ماشي شايف انه اللعيب ماشي كويس، المفروض يعمل كده، ده المفروض يعمل كده، فهو بيتصدم ان اللعيبه دي ما بتعملش كده. فهي دي، اتمنى، ودي حاجه مهمه جدا، مكسب اي مدرب اجنبي يروح يشتغل في مكان غير بلده، حاجه مهمه جدا انك تعرف الطباع بسرعه. صحيح. بس انا دوري يا كابتن بلال كلاعب اساعد ازاي المدرب في الظروف الصعبه دي؟
لان في ناس بتحكم على المدرب على فكره في الفتره دي. صحيح. بص يا كابتن، يعني هو في نقطتين مهمين قالهم الحقيقه. النقطه الاولى انك انت كمدير فني ما عندكش التايم اللي تشتغل فيه، تمام؟ ودي حقيقه مزعجه بالنسبه لاي مدير فني، انك ما فيش وقت تشتغل يعني تحفظ، تشتغل تكتيك. يعني النهارده المباراه اللي فاتت كانت من 3 ايام بالظبط، خدت يومين يا دوب، يعني استشفى يا دوب ريكفري، ما عندكش وقت حتى تعمل اي حاجه، ما عندكش وقت حتى تشتغل يعني كرات ثابته حاجه جديده، ما عندكش الوقت انك يعني تحفظ اللعيبه اي حاجه انت عايز تنقلها لهم، ولا تعالج اخطاء كمان. ما عندكش التوقيت، انت ممكن بالفيديوز بقى تمام تشتغل. وهل ممكن ده يبقى وسيله لعلاج الاخطاء؟ لا، مش وسيله، لا غير كافيه خالص على الاطلاق. تمام، ناس بتتفرج على الفيديو، بعد كده بتنزل التدريب تشرح. صح. تمام، والمواقف هي اللي بتعلمك. مزبوط. طبعا، لان التطبيق في الملعب، انت بتلعب كره قدم. مزبوط. انت مش شغال مدرس حساب. صحيح. تمام، دي نقطه. النقطه الثانيه، النقطه المهمه، ان هو قال لك انا كل ريسبونسبيلتي عندي، تمام، انا اتحمل كل شيء. مزبوط. المسؤوليه عندي، اخفاق اللعيبه، حتى كمان قال الشوط الاول انا اتحمل الاداء. مزبوط. في الشوط الاول الاداء الضعيف. تمام، الاداء الضعيف في الشوط الاول، لكن الشوط الثاني برضو، وعايز يعني برضو زي ما انا اتحملت الشوط الاول، اجدت في التغييرات الشوط الثاني وعملت الفارق، يعني قدرت اصنع الفارق. فدي نقطتين مهمين بالنسبه للفن. انت كلعيب المفترض ان انت بتحاول بقدر الامكان تنصاغ للتعليمات المدير الفني، تمام، لان كل بالبلدي كده، كل شيخ له طريقه، كل مدير فن له طريقه. في واحد بيحب يدافع، في واحد بيحب يهاجم، في واحد بيحب يشتغل في المساحات، في واحد بيحب يضيق المساحات. يعني المدربين يعني مدارس مختلفه.